عقدت قبيلة الجمايلة في مدينة القرمة شرقي محافظة الأنبار مؤتمراً عشائرياً لدعم الاستقرار الأمني في المدينة. وأكد الحاضرون على ضرورة توحيد الصفوف ورأب الصدع وتفعيل المصالحة المجتمعية بين جميع المكونات، كما شددوا على تقوية أواصر التعاون والعلاقة بين القوات الأمنية والجيش وبين أبناء العشائر. لو لم يكن هناك أمن مستتب وسيطرة أمنية لما كان هذا الحضور وهذا المؤتمر. اليوم حضر أبناء القوات الأمنية كأنهم من قبيلة جميلة أو من القبائل الأخرى في المنطقة، عايشوا مع الجميلة والعشائر الأخرى كأنهم فرد من أفراد هذه المنطقة. نحن سعداء في هذا اللقاء بأن يتعايش الجندي مع ابن المنطقة، وهذا أعتبر هو رسالة اطمئنان لأهلنا في العراق بأنه اليوم القرمة مستقرة بسيطرة القوات الأمنية. في هذا اليوم وكل هذه الأيام اللي مضت ما لمسنا إلا التعاون الجيد والتعاون الطيب من كل مواطنينا وشيوخنا في هذه المنطقة وكل مناطق قاطع الفرقة حقيقة من قضاء القرمة والفلوجة والصقلاوي وحتى الجزيرة، فمتعاونين معنا مع قطعات الحشد الشعبي وقطعات الحشد العشائري وأجهزة الأمن الأخرى. حضرنا هذا اليوم مؤتمر كبير لقبيلة الجمويلة في قضاء القرمة. حضر المؤتمر عدد من السادة الوزراء في الحكومة الاتحادية بالإضافة للمسؤولين المحليين لمحافظة الأنبار والقادة الأمنيين والعسكريين في المنطقة.